سؤالي لك يا ابني، لماذا تقرأ؟ وما الذي يدفعك للقراءة وأنت ما شاء الله في هذا العمر المبكر جدا؟ أقرأ لأتعلم، وأنا تلميذ أحب القراءة كثيرا، لأن القراءة ضرورية لحياتي الفكرية، كالطعام الذي آكل والماء الذي أشرب والهواء الذي أتنفس، إنها غذاء العقل والفكر، وهي فريضة إسلامية وليست من الكماليات كما قال الأديب عباس محمود العقاد. ولأن القراءة هي مقياس الحكم على الشعوب، ولذلك عندما سئل الفيلسوف اليوناني أرسطوطاليس كيف تحكم على إنسان؟ قال أسأله كم كتابا يقرأ وماذا يقرأ. والشيء الذي يدفعني إلى القراءة هو حلم المقدس الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالقراءة، وهو أن أصير عالما كبيرا كأمثال الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ محمد بن عديس الشافعي والشيخ محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهم من العلماء. حبيبي حبيبي. تمنيته لو أنه ابني. بطل أول تحدي للقراءة في دورته الأولى 2015-2016 حسب تصويتكم وحسب رأي اللجنة وحسب الاختبارات السابقة. محمد جلود من الجزائر. Thank you.